الموضوعات اللي بنحب نتكلم معاكم فيها الحقيقة الموضوعات المتعلقة بالفن بكل أشكاله وأنواعه. النهاردة هنتكلم عن نوع من أنواع الفن اللي ممكن ولادنا يعملوه في البيت ويتعلموه وتكون حاجة يعني بتفرغ كده طاقتهم فيها ويقدروا كمان بعد كده زي ضيفنا النهاردة الفنان التشكيلي أستاذ محمود رضوان تكون هي المهنة اللي بيشتغلوها. النحت نوع من أنواع الفنون الجميلة للمجسمات، وطبعا إحنا عندنا في حضارتنا المصرية القديمة فكرة النحت والنقوش والأشكال المتنوعة اللي بتبدأ من أقل حاجة ممكن تكون قد كده وتمثال صغير للتماثيل الشاهقة الارتفاع والمعابد والمتاحف المفتوحة الموجودة في الأقصر وأسوان. وبالتأكيد يعني المواهب بتاعتنا ما خلصتش وما انتهتش من 7000 سنة، هي مكملة معانا، واحنا النهاردة معانا موهبة متميزة جدا في مجال النحت. برحب بحضرتك أستاذ محمود رضوان، أهلا بيك ويوم حضرتك سعيد. ميرسي، كتر خيرك. يومك سعيد يا فندم. يومكم أسعد إن شاء الله. احنا هنا بنتكلم عن النحت بالصلصال. علا كانت بتتكلم عن النحت فعلا في أمور كتير ممكن إن احنا نشوفها، وشفنا أجدادنا الفراعنة والمصري القديم إلى أي مدى أبدع. النحت بالصلصال اللي هنتكلم عنه النهارده تحديدا، الاختلاف بينهم وبين بعض. هو طبعا شرف ليا ان انا انتمي او يعني ابقى جزء من كلمه نحت للفراعنه، لان دول تاريخ عظيم جدا بالنسبه لي مع احفادهم يعني. بس الفكره بالنسبه لي النحت على الحجر او النحت على الخشب بالنسبه لي دول من اقوى ومن اصعب انواع النحت اللي موجوده. الخشب او الطوب او الرخام او الحاجات دي كلها ده نحت صعب جدا ومعقد، غير النحت بتاع الطينه او الصلصال لانه بيكون طري فبتقدر تشكله لين، بتقدر تتعامل معاه بسهوله. فبالنسبه لي ده يعني ايه، انا بعتبر نفسي يعني درجه اقل منهم عشان خاطر يعني هم عباقره بالنسبه لي بصراحه. طيب انت بدات الفكره من امتى؟ امتى بدات تمسك صلصال وتشكله ويبان عليك الموهبه؟ هو يعني زي اي طفل، يا اما يرسم يا اما يلعب بالصلصال. بس الموضوع بالنسبه لي اتطور بعد ما دكتور يعقوب الشاروني شافني وقال ان انا عندي موهبه. طبعا ما كنتش فاهم يعني موهبه اصلا يعني. هو برضو من المفارقات الجميله ان يعقوب الشاروني هذا الكاتب الجميل لادب الاطفال هو شخصيه العام معرض في معرض الكتاب، وجودك معانا وانك تحكي عنه كمان دي حاجه جميله، ان يكون في مزج كده ما بين رؤيته كمان للاطفال المختلفه وانه يكتشف فيك الموهبه. احكي لنا بقى الحكايه جت ازاي. هي كانت تجربه بالنسبه لي جديده جدا، كنت في مكتبه من المكتبات وكان في شغل معروض ليا في المكتبه. فهو يعني في ندوه بيحكي لنا عن الكتب والموضوع ده، فلقيته فجاه بيبص لقى شاف الشغل بتاعي فيعني عجبه جدا، فقال لهم مين اللي عمل ده؟ فقالوا له كان عليا. عندك كام سنه وقتها؟ تقريبا كان يعني 8 سنين تقريبا في السن ده كده. فلا يعني تبناني فترة وبدأ إن هو يعرفني على المجلات والدكاترة بتوع فنون جميلة يعني. لا تبنوه الراجل ده شكله عنده. إزاي أصلا جات الفرصة إن أنت تكون بتعرض المنتجات أو الشغل بتاعك اللي أنت عامله في المكتبة؟ دي كانت بصراحة بالنسبة لي الهدية اللي بدأت بيها الموضوع، فكرة إن مديرة مكتبة تقرر إنها تشوف فيه موهبة وتعرض الشغل. يعني فكره انها تشوف الشغل لا ده مميز لدرجه انه يتحط فوق مكتبه او رف كتب، دي كانت بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. كنت يعني عامل ايه مثلا؟ حاجات شبه اللي موجوده معانا النهارده ولا حاجات مختلفه؟ لا كان ساعتها الحاج متولي. فكنت عامل الحاج متولي وشويه الكاركترز. طبعا ما كانش الشغل يعني بروفيشنال خالص يعني، بس كان هما شايفين بالنسبه لطفل عنده 8 سنين مبين ملامح الشخصيه ان انا اعرفه لما اشوفه. ده انجاز. طبعا بالظبط. فدي كانت بالنسبه لي بصراحه ما كنتش فاهم، واهلي برده ما كانوش مستوعبين ان ده طفل بيلعب يعني بالصلصال. لا هو كان شايف ان في حاجه مختلفه. الصلصال في انواع ممكن يعني لو في طفل دلوقتي بيحب يلعب بالصلصال في انواع اشتريها له علشان ينمي موهبته من خلالها؟ هو الصراحه الصلصال ليه انواع كتير جدا، منهم سلايم ومنهم الدو اللي هو بينشف مع الهواء، منهم من صلصال البلاستيكي اللي اسمه بلاستيلينا او بلاستيسين يعني حسب المسمى بتاعه، وفي بوليمر كلي اللي هو الصلصال الحراري اللي بيدخل الفرن. فهو ليه انواع كتير، تفرعات كتير يعني. حضرتك شغال بكل الانواع في الحاجات دي لا ولا؟ دول بوليمر كلي، دول الصلصال الحراري اللي بيدخل الفرن. طب في صلصال احنا بنشوفه للاسف الشديد بيكون اللي هو يعني رضيء او بيقول غير طبي او حاجه، ده حضرتك تنصح ان على الاقل يبداوا بيه او ان هم يتعلموا بيه ولا بلاش؟ هو طبعا مش متخصص قوي في الجزئيه دي، ولكن انا اتكلم على الجزئيه بتاعه الناس اللي بتعمل عجينه في البيت وشويه ملح وبيدوها للاطفال. مره اسمع عنها. لا دي كتير جدا يعني.
بخصوص ان احنا عندنا منهج بيدرس في الحضانات، فبيقابلنا كتير ناس بتحاول انها تجيب صلصال معمول في البيت، قلنا ممكن ان هم يعني يطوروا فيه بحيث ان احنا نشتغل فيه مع الاطفال يعني؟ في الحضانات. احيانا كنت في حلقه برضو مع طباخ وسالته السؤال ده بكل صراحه، هل العجينه اللي بتحط عليها الملح كده بنموت فيها الميكروبات والجراثيم؟ اجاب بكل وضوح لا. اذا فهي مش حاجه كويسه قوي يعني. فالفكره كلها المشكله الاكبر ان هم بيعملوها والاطفال تشتغل بيها ويشيلوها في كيس يطلعوها يشتغلوا بيها تاني يوم، وفاكرين ان الملح اللي اتحط فيها ده هيموت الجراثيم. اذا ما ننصحش ان احنا نستخدم النوع ده من الصلصال، خاصه النوع بالزبط. اللي هو اللي بينشف مع الهواء. انا مش فاكر الاسم. ايوه مش من الشق الاقتصادي يا استاذ محمود، هي ممكن تكون. لا بالعكس ده اغلى. والله ايوه اغلى. لان قطعه الصلصال مش كبيره ومش مكلفه خالص، وبتتباع في المكتبات، واحنا كنا بنشتغل فيها في افلام الانيميشن ومسلسلات الانيميشن اللي بتتحرك في التلفزيون. كنت اشتغلت فيها وانا صغير، كان عندي 15 سنه. قصص الانبياء والحاجات اللي عملت كده. فاحنا اشتغلنا بالحاجات دي، فالكواليتي بتاعتها كويسه ومحطوط فيها مواد كيميائيه لطيفه. فبتكون انت عشان كده عملت الفنان يحيى الفخراني بشخصيه الملك لير، علشان هو برضو كان اللي بيقرا الناريشن او السرد بتاع بعض الاعمال المعموله بالمتحركه او بالصلصال يعني. عفوا يعني انا بالنسبه لي يعني دكتور يحيى الفخراني، يعني فكره ان انا اول مره اجرب انحت شخص بالصلصال الحراري مش الصلصال العادي، لان انا كنت عامل قبلها معرض 2018 بالشخصيات، كنا دخلنا كاس العالم، فكنت عملت معرض كبير قوي لشخصيات الكوره اللي بتلعب في مصر المشهوره. فكانت دي اول تجربه ليا بالصلصال الحراري. ان انا اطلع شخص بصلصال نوع مختلف، ان انا اجرب شبه قوي جدا يعني، مفيش اختلاف خالص يعني. وتحيه طبعا للفنان العظيم يحيى الفخراني، وفي انتظار عمله ان شاء الله السنه دي في رمضان يعني. انت على محظوظه ان انت شايفاه من قدام. موصيه خلود ان انت تكوني في الكادر كده عشان المره الجايه ابدا معاكي. لا في تطور يعني، دي كانت مرحله 2019 او 2018. لا دلوقتي الموضوع اتطور كتير يعني، مع الوقت مع الاستمرار مع الممارسه الموضوع بيتطور. ايه اللي اتطور من 8 سنين لدلوقتي في أدائك؟ الدراسة، الشغل بالإيد أكتر، إيه اللي يخلي حضرتك تدرس تجارة وتقرر إن ده يبقى المجال اللي هتعمل فيه؟ دراسة التجارة كانت من أهم ومن أجمل نقول إيه القرارات اللي اتخذت في حياتي بصراحة. وكان من أهم أسبابها كان دكتور طاهر عبد العظيم ودكتور صلاح المليجي، دكاترة في فنون جميلة، أستاذ دكتور، لان هم قالوا لي ركز في انك تشوف حاجه تشيل مع الفن، لان الفن مش اداره. الفن هو عمل فني، لكن انت محتاج تدير بقى الفن ده. فانا يعني لما دخلت تجاره قدرت ان انا افهم واستوعب يعني ايه محاسبه ويعني ايه اداره شغل اصلا بالمعنى. يعني انت استفدت من دراستك اكاديميا في التجاره في الجانب الفني في شغلك بالظبط، لان في كتير بيعملوا شغل بالصلصال ولكن بالنسبه لهم بتكون هوايه ما بيعملهاش كشغل. بالظبط بالظبط بالظبط. لكن انا درست ازاي انجشيت مع الناس، ازاي اسوق للشغل بتاعي، ازاي اتعامل معاه، افهم الحاجات التجاريه والحاجات دي كلها. طبعا يعني بالنسبه لاي حد بتعامل معاه او بشرح له التفاصيل دي في اي كورس مثلا مبهم الموضوع يعني. طب الطفل من سن كام اقدر ان انا اخليه يبدا على الاقل يتعود ان هو يعني يشخبط كده بالصلصال مبدئيا؟ بص، هي الفكره كلها ان كف الايد فيه 34 نقطه حسيه متوصله بالمخ كله بالجسم كله. يعني هنا موجود الجيوب الانفيه، موجود العينين، هنا موجود بقى القلب والكبد والطحال والحاجات دي كلها. فتخيل انت لو ماسك بس قطعه صلصال وحطيتها في كف ايدك وعمال تعمل كده بتمرن الحاجات دي. بمعنى ايه بتمرن؟ مش بتمرن عضلات، هي الفكره كلها انك بتدي اشارات للمخ ان في حاجات بتحصل في الحته دي. فيبدا يوصلها الاكسجين اكتر، فالدم يوصلها احسن، فلما ده يحصل ان العضله دي تبدا انها تتحرك، فده بيحصل له حاجه كويسه جدا بالنسبه للطفل وبالنسبه للكبار طبعا يعني. فتخيل كده انك مجرد بتعمل كوره او تعمل سلندر بايديك انت نميت او مرنت جسمك كله بمعنى اصح. فهي بالنسبه لاي سن بتبقى كويسه جدا طبعا، بس هي الفكره كلها من اول سنتين ونص الطفل بيكون مستوعب انها ما يحطهاش في بقه، لكن السن الاصغر من كده محتاج انك تكون قاعد ملاحظه وشايفه كويس.